إذا لا تزال حوادث إغماءات التلاميذ بالمدارس وبالقطر الوطني مستمرة، فبعد متوسطة أسماء بنت أبي بكر بولاية باتنا وثانوية كذلك وثانوية بولاية وهران وأخرى بولاية قسنطين، الحادثة تكررت بولاية أسطيف، هذه هي الصور التي رصدها بعض الهواة. حين تدخل الحماية المدنية بولاية تصطيف وتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي